أضربنا صار الاتفاق بأدنى الحقوق اللي نازلنا ورجعنا نضرب عشان تتحقق، وصار الحكي لا تبدأ تنفيذها من شهر 1 2023. من شهر 1 2023 ما نزل وما تم تطبيق هذه الاتفاقية، وتم تسويفها وتأجيلها لاحقا بحجة عدم توفر الإمكانيات. الآن إحنا طالبنا إنها تتنفذ بنود الاتفاقية، وهذا أقل ما يضمن حقوق المعلم الفلسطيني. إحنا رواتبنا تتآكل بسبب ولاء المعيشة، بسبب تضخم الأسعار، بسبب القلق الفاحش اللي إحنا بطلنا قادرين إلا نجاريه. 80% كيف بدها تكفي العائلة؟ لرب أسرة بيشتغل وعنده أطفال في يعني في المدارس، طلاب في الجامعة، ومن وين بده يجيب؟ أنت ممنوع تشتغل خارج حدود الوظيفة العمومية، ممنوع تضرب، ممنوع الطالب يحقق. لإمتى هذا الحكي؟ كل سنة الإضراب يتكرر ويتم تسويف هذه المطالب للعام القادم، لاحقاً، إمتى لاحقاً بدها تتحقق؟ راح نطلع بس ناخذ الاتفاق اللي تم توقيعه، بالإضافة إلى كل مستحقاتنا. احنا قلنا راتب، ليش ما ناخذ راتبنا كامل؟ ليش دائما بتنقص حقي بتاخذ نص راتبي ليه؟ اليوم يعني انا بقول بفطر دائما لما واحد بذنب لازم يتراجع، يحس حاله انه اذنب مشان الطرف الاخر يوقف معاه يتعاطف. يعني انا اليوم تفاجأت بانه نزل الخصومات، يعني انت جاي بتقول لي انت بدي ادفعك للهاوي بزياده. لا يا عمي، احنا رايحين بدنا نطالب بحقوقنا كامله، لن نقبل انه حدا يمثلنا ما يكون منه. هي اول مطلب وهو الرئيسي. الامور الماديه انا بالنسبه لي بعتبرها تحصيل حاصل، لكن الاشي الاهم انه يكون عندنا اللي بده يمثلنا هو يحكي باسم ما يكون منا، غير هيك احنا نرفض اي اتفاق او اي تعهد راح يصير من اي مصدر.